مسلسل الحشاشين اللي بيحقق نجاح كبير جدا، كل حلقة الحقيقة بعد التانية. أنا شخصيا أنا كشافكي لما بتخلص الحلقات ببقى زعلانة جدا، عايزة أعرف إيه اللي بيحصل يعني. وطبعا الحلقات بتخليك كمان تقرأ وتقرأ وتقرأ وتتعمق وتشوف إيه اللي حصل. التتابع وتصاعد الأحداث بشكل يومي شيق جدا لكل جزء من الأجزاء، شيق بشكل كبير جدا. احنا كمان عندنا في الحشاشين مش بس التصوير الرائع اللي حضراتكم شايفينه والكادرات والأداء المبهر للممثلين، لكن كمان عندنا صوت الراوي. الراوي صوته مهم لأن هو صوت العمل، بيحكي الحكاية كل أول حلقة، وده مهم جدا لأنه لو حضرتك مثلا فاتك حاجة فصوت الراوي هو هينقلك للحلقة اللي بعدها وهيقول لك إيه اللي حصل وهيقرب لك المسألة. أنا سمعت حد بيقول إيه، طب ما تحكوا الحكاية. ما هو الراوي بيحكي الحكاية وبيفكر المشاهدين إيه اللي حصل إمبارح، فحتى لو فاتتك على فكرة حلقة هو بيربط لك الأحداث ببعضها، وطبعا بطريقة جميلة وصوت رائع. الفنان أحمد الرفعي، مساء الخير يا فنان. مساء الهنا والفل والريحان يا شفكي هانم، اهلا وسهلا. يعني انا شخصيا بستنى صوتك برضو مع ان انا بشوفها كل يوم، بس برضو بحس ان انت بتلخص بتلخص لنا الحكايه تاني، بتاكدها. يعني لو واحد فاتته حاجه انت بتاكدها بصوتك. اشكرك يا رب يكبر بخاطرك، تسلمي يا رب. طيب لما بدات يعني الحشاشين احساسك ايه بقى في الربط وفكره ان انت تبقى الراوي للمسلسل؟ يعني هقول لحضرتك احساسي بالمساله دي، لكن اسمحي لي ان انا اولا اشكر حضرتك جدا على الاحصائيه او البيان اللي حضرتك كنت لسه قايلاه من شويه بخصوص البحث عن مسلسل امبراطوريه ميم، لانه انا لسه كنت يعني امبارح وانا قاعد بتفرج على الحلقه رفعت سماعه التليفون اكلم صديقي وزميلي الممثل والمؤلف عمر عبد الحليم اساله هو انا احساسي بالوقت والنشوه والاحساس اللي مش عارف اوصفه ده، الشجن اللي مش قادر افهمه وانا بتفرج على امبراطوريه ميم، هل انا انسان طبيعي ولا في ناس كتير معايا بتشاركني هذا؟ لا طلع في ناس كتير قوي. لا 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 مش ممكن. انا يعني ايه الايقاع الرائع بتاع استاذ محمد سلامه ده؟ ايه الحوار الرشيق بتاع دكتور محمد سليمان عبد المالك ده؟ ايه التمثيل اللي بقالنا زمان ما شفناهوش؟ صحيح. ايه الموضوع الجميل ده؟ ايه التتر اللي انا مش لاقي كلمه دلوقتي اوصف بيها حلاوته؟ صح. اللي رجعني لايام الدراما بتاعت لما كنت وانا في ثانوي بتفرج على مسلسل عباس الابيض وانا بنزل اجيب حاجه السحور وانا راجع اقعد اردد التتر اللي بيغليه فنان مدحت صالح واكتبه. أيوه. عشان احفظه. انا احساسي ده تجاه التتر ده، سامحيني اذا كنت خدت شويه من الوقت. لا انا سعيده انه عجب حضرتك اللي احنا عاملينه، لان احنا كمان مهتمين هنا كبرنامج ان احنا مش بس نرصد المسلسل وجماله، لكن كمان نرصد الحاله، مين في مصر بيشاهد، مين اكثر مشاهده، عشان صناع الدراما كمان يبقوا عارفين المحافظات قد ايه هم مؤثرين فيها. يعني الاعمال الفنيه مؤثره بشكل كبير جدا، احيانا انت يمكن ربما لا تتصور ان عندك مشاهد مهتم قوي باللي بتقدمه وهو عايش في الوادي الجديد، فدي شيء جميل ورائع يعني. طبعا خاصه طبعا انه بتفضل الاماكن كل ما يعني الاقاليم والاماكن البعيده عن العواصم والمدن الاساسيه بتفضل فيها القيم مركزه طبعاً. بشكل اكتر وبيفضل طبعاً. ولذلك هم يمكن تلقوا المسلسل ده وقبلوه قبول حسن. صحيح. طيب نرجع بقى للحشاشين. نرجع للحشاشين. طب ما تقول لنا حلقه النهارده كده. لا مش نسيبها مفاجاه للجمهور. أيوة. يسمعها كده ويستقبلها. اولا الربط كمان لازم يكون فيه نوع من انواع حتى الدراما، لان انت بتحكي لنا وكاننا بتحكي لنا ملخص لحلقه، فانت لازم تنقلنا بصوتك ما بين احداث كل حلقه. بالظبط. هم في بدايه الامر لما طلبت عشان اقوم بالمهمه دي فهمت انه في اعتماد بشكل او باخر على الراوي في الطريقه اللي اخترها دكتور بيتر في انه يحكي الحدوته، هي بالشكل اللي حضرتك وصفتيه دلوقتي من شويه. ويعني من حسن الحظ انه حين تخرجي من المعهد العالي للفنون المسرحيه وتعييني بموجب قرار مجلس الوزراء بتعيين اوائل الخريجين، كان اول مشروع يعني افكر ان انا اقدمه كمخرج للمسرح القومي كان عرض مسرحي في 2012 يتناول الفرقه الباطنيه وجماعه الحشاشين
وحسن الصباح. قعدنا نشتغل عليها يمكن حوالي سنتين، والحكمة من عند الله لم يرزقنا توفيقه أنا سبحان الله. لكن سبحان الله بعد عدد من السنين لقيت أنه المخضرم ذاع الصيت أستاذ عبد الرحيم كمال بيكتب العمل وبيقوم بإخراجه العزيز وش السعد زي ما بحب أسميه دكتور بيتر ميمي، أنه ما يشتغلوا على الحدوتة دي. فقلت خيرا فلنبشر يعني أو فليكن يعني شيء جميل، لأنه يعني يتم تناول الحدوتة دي أخيرا اللي أظن أنه كان تسليط الضوء عليها في الآونة الزمنية دي في يمكن من حوالي 10 سنين إلى الآن، كان مهم جدا أنه الجمهور يشوفها ويعرفها ويدركها بصورة سهلة وبسيطة وجاذبة ولافتة للنظر. أكيد هي فعلا يعني زي ما أنت قلت سهلة ثابتة ولافتة للنظر، وبننتظرها لأنه إيه أنت كمان بتحضر المشاهد أنه يدخل على حلقة جديدة وهو فاهم أكتر ومستوعب يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا لأنه العمل الفني كله متكامل الحقيقة، يعني الراوي أيضا جزء من هذا العمل الفنان أحمد الرافعي، أتمنى لك كل التوفيق بإذن الله.